سلامه يا ابو متعة يا ابو متعة. احلام مرحبا بك. 23 سنة تقني سامي تجارة. ما شاء الله على اختي. ديجا انا وقتي جيت صورت مع الوالده خليتك مثل تقره تو تهنينا عليك اللي نجحت. نحب نبارك لك اول حاجه على نجاحك ان شاء الله ديما متفوقه ولله محمد رسول الله. تو باش تحكي لي على تجربتك مع مراكز الهاشمي. والله انا من الاول من التجربه نتاع امي نتفرجوا ديما في القناه سي ديجا عندي مشاكل نتاع حساسيه. كنت نستعمل في الدواء معناها العادي وهي عباره على مسكنات معناها الدواء كما نعرفوا الناس الحريبش نتاع الحساسيه نعرفهم الكل. اي كي تفرجنا وشفنا ديجا برشا عباد جاوا عداوا على معناها عده امراض كي نراهم كيفاش يحكيوا انا واحده من الناس ما شاء الله انبهرت معناها تبارك الله قلت شو بالحق واحد ما يقسش اي حاجه ما شاء الله في المركز هذا موجوده. ما ترددتش معناها لحظه وقلنا خلينا نمشيو ديريكت للمركز فوالا مشينا معناها واتصلنا بكم وفرحتوا بينا يعطيكم الصحه وكان الدواء موجود. ومجرعه الاولى عندي 6 اشهر من معناها ما استعملتها بالحق الحمد لله يا ربي كنت متقلقه. انت فكر جيتي كي صدقني ربي بريود نوفمبر اكتوبر حاجه هكا الحمد لله يا ربي من الجمعه الاولى نتاع الاستعمال حسيت روحي ارتحت بالكدا قاعده نتحسن بشوي بشوي معناها ما عادتك الواحد يعطس ديما هكا ديما خشمه مقلق وتبدا عينيه تاكل فيه برشا حاجات الحمد لله يا ربي ما شاء الله. الاعراض الحساسيه تقريبا الاعراض الحساسيه هذه الكل اللي تقلق انا ساعه ما عندناش ماهيش وراثيه وكي كنت صغيره ما عنديش ما من 20 سنه هكاك من مشيت نقرا معناها في الجامعه حسيت روحي بديت بشوي تدريجيا معناها في الربيع نتقلق بعد ربيع وخريف بعد وليت معناها طول العام فوالا اي بديت نتقلق حتى كي ناخذ الدواء اللي يخفف عليك شويه العتيس ولا الكحال مش برشا مش الدواء افيكاس حتى لو كان باش نشرب الحرابش نحن الناس الكل نعرفوا اللي الحرابش هذيك لازم فيها افي نيجاتيف بيان سور كل ما حاجه ان برودوي شيميك ولا سانتيتيزي عنده دي افي انديزيراب صحيتك ديما نلوج شنو معناها نعمل فماش حاجه الحمد لله يا ربي احنا ديجا نتفرجوا فيها كما قلت لك وفما ديجا انت الوالده تاع زهره خذت من عندنا قبل خذيت زاده من عندكم ويرحم والديكم بالحق يعيشك وخاطر فيها كل شيء مش كان الحساسيه برك وهي لي برودوي هوميوباتي هذوما الاعشاب الطبيعيه اللي برشا عباد مش ماهيش عطيتها قيمه كيما اللي تستحقها لكن هي خاطرها ناتوريل 100% وعمرها ما تضر تنفع وعمرها ما تضر خاطر الحمد لله انا كي تفرجت معناها نتوما كي تحكيوا على الدواء مش جوست تعطيوا الدواء والعباد تحكي معناها رانا ارتحنا كهو توريو المكونات بالضبط خاطر تفرجت فيكم وشنية موجود بالضبط كيفاش تتعاملوا مع المكونات وشنية بالضبط هما المكونات الاعشاب ومنين تجيبوا فيها سيختو من كامل انحاء العالم وشنية الفوائد نتاعها وبحثت عليها بيرسونيل مون هاي معناها ما عادش كوميرس ما عادش تجارك بتولي منافسة انت ما لازم نردوا بيننا على روحنا وبحثت عليها وحتى كي نخمم بيني وبين روحي الاعشاب الطبيعية هذية منين جاية معناها طبيعية 100% عمرها ما تقلق لي بالعكس كل حاجة فيها فائدة داويك من الحساسية ومن برشا حاجات أخرى مش كامل الحساسية برك وديجا دويكم أنا ملول توقعت باش تعطيوني كيما نقولوا حاجة منهم حاجة من الأعشاب لكن ريت تريتمون كامل أنا ريت مجموعة كاملة بصراحه انبهرت معناها الحمد لله جرعه ديما الاسئله ترجع العبد كي يجينا اول مره جرعه في مخه كحربوشه ولا حاجه كهو يجي يهزها كردونه كامله هي الحمد لله يا ربي لاباس الحمد لله وبرشا عباد يقولوا مثلا كيما الترونجيه مثلا كيفاش ما نحبهاش نشربها من غير سكر كيفاش نحبها كيفاش باش نشربها نمشي نقرا وقتها انا الصباح بالعكس اكثر من وظبت نقوم بكري بالكدا وامي وكلهم معناها معايا على كامل تجندت الاحلام اي معناها وظبت عليها بالكدا وقلت يلزمني نكملها خاطر نحب نرى النتيجه معناها تلمو انا واثقه فيها نحب نرى النتيجه فعلا معناها من اول اسبوع بالحق خاطر برشا عباد
ما تصدقكش برشا تقول لك اي اي وتسكت. من اول اسبوع الحمد لله شفت الفرق والحمد لله. الحمد لله ربي يبارك فيكم. نجمتي توك تحكي معنا بكري ما عطاتش معناها سي بون الحمد لله. بغيت تحكي هكا اون جينيرال لاتيس والكحه والعينين اللي تاكل والدموع مثلا قبل كيفاش كي كنت تقلقك مثلا تصور روحك في ضيفه ولا جاوكم مع عباد ضيف ولا حتى باش تمشي توم في البحر في الصيف حتى في الصيف حتى في الصيف وليت مثلا باش انت تحب هكا مع داركم وكل اقل هواء باش تتقلق تولي تعطس عينك تاكل فيك مثلا تعدي فيك زعما باش تقص وتقوم وتخرج تجمش تكمل تو سامبلومون برشا معناها برسمي حاجه تقلق برسمي. حاجه تقلق بالكدا فما عباد يقول لك خليني نقعد نستعمل ميساج في الحرام باش باهي ومعناها الى متى باش تقعد تستعمل في الحرام باش تضر باش تضر وباش تقلق معناها احنا حاسين بحاجه داوينا اون فوا بور توت ان شاء الله. معناها انت توا ملي خديت الجرعه هذيك ديجا انت وحده برك ما عودتش ونتفكر كي حتى جيت السونتر انا اللي خدمت معاك الجرعه نتفكرك بالقدا ومن وقتها ما عودتش ديجا حتى وحده اخرى ما عودتش. وتوا قداش عندها الجرعه؟ عندها كيما قلت لك هكاك خمسة شهور خمسة شهور تقريبا ولا حرابش لا حتى شيء حتى شيء سيبهم مليو فيت وفيت طيشتهم لي معاش. ومن وقتها العطيس لكحة لعيدين تدمى لا لا لبيس الحمد لله معنا إن شاء الله سنين نجم نمشي من بحره شي صيف قديمة إن نجي نمشي صيفة معك مرحبا عايشك الحمد لله. وكي أمك معنا أنا نعرف اللي هي خذيت وهي برات وارتاحت أبوك وأخوك وأختك كانوا معنا فرحانين بالنتيجة لقاوها مع أمك تحكي ليش أموها شنية عمرك لقاوا نتيجة معك ولاو اللي يشوفوه عنده أبسط حاجة ديريكت ينصحوه حتى ما يعرفوش ديريكت معناه يقولونه شنو اللي عندك ما تترددش برا امشي نور ودل كل شيء هما كي شافوا النتيجة متاع أمي قالوا معناها تبارك الله معناها هاي مش حاجة صغيرة زدت كي شافوا النتيجة متاعي أنا ما عادش فاكري اقتنع واقتنع فوالا خاصة انت قريد العشن هذه المعلومة نعرفها انت صغير صغرون بالحق معناها بكل اقتناع ننصح اي حد معناها كوسو سوا كبير وإلا صغير عنده اي حاجة ما يترددش لحظة ويتصل بالمركز الهاشمي ولا يمشي لهم لعين المكان خاطر بالحق لا تيأسوا من رحمة الله معناها كما نقولوا فيها احنا معناها بالفم والملاي خاطر ما شاء الله فيه نتيجة باهية حتى الدواء مش كما يتخيلوا برشا عباد ماهوش غالي وبرشا الناس الكل تنجم تقدر عليه وننصحكم معناها تمشيوا اي حاجة تمشيوا المركز الهاشمي وكاو لهنا هذا العسل هذا يتاكل ثلاثة مرات في النهار انا كنت الصباح كي نقوم بعد ما نفطر الصباح مغرفة كبيرة نهز معايا كونتيتي نتاع الفطور خاطرني نهز معايا زاد كيف بعد ما نفطر بعد نص نهار مغرفة كبيرة وفي الليل كيف بعد العشاء مغرفة كبيرة في الفاكولتي في الدائرة فهمنا الاستعمال في الفاكولتي فاش كنت تهز معاك نهز نشوف حكة تبدا بلار وصغيرة تتسكر خاطر البلار مشكل بلاستيك خاصة تبدا الدنيا سخونة شوية ما يقلقش ما يقلقش بالعكس نحطها في ساكي ونبدا نستنى وقتاش باش ناكلها كي تفطر في الفاكولتي معناها في شو اسمه هو المطعم الجامعي ريستورون اليونيفرسيتير مع اصحابك تبداو هكا انا قد فاكره كيما نعرفوا نبداو انا بلاتو منا والاخر بلاتو من وتجبد تاكل وخذها مع اصحابك وشنو هي الرياكسيون تاعهم يسالوا يقولوا شنو معناها هذا شنو هي عادي ما الحشمه لا تقلقت حتى شيء بالعكس انا نحب نوريهم اي برافو يعطيك الصحه هذايا بوين يعطيك الصحه باهي سي بوين فور هذيك افيكاس على الاخر العسل باهي عندنا هذايا العشبه هذايا عباره كيما الترونجيه فوالا تتغلى وتتشرب مره في النهار في العشيه انا الاغلبيه بين الاربع والخمسه نتاع العشيه نبطه شويه السته نتاع العشيه اي ديما كيتراوح عباره على معناها كوب يتشرب فوالا باهي مرة في النهار كما قاعدين نشوفوا معنا مشاهدينا دونك احنا فسرت لنا العسل فسرت لنا الاعشاب اللي هي عشبة الربو على حساسية الصدر وضيق التنفس ويعطيها الصحة كانت تهز معها في العسل للفاكولتي وحتى كي تفطر في المطعم الجامعي وقدام اصحابها كانت تاكل منه وما عادش حتى قلق نكملوا نواصلوا هذوما زوز هذوما ماء المحو اي باهين الكل شيء
اون جينيرال يتعطاو باهين كيف كيف ثلاثه مرات في النهار عباره على فنجان فنجان مقدار فنجان ثلاث مرات في اليوم ثلاث مرات في اليوم كيف كيف نهز معايا في نص النهار نهز معاك ميل محو نهز معايا ميل محو كي شوفوا بهذا العسل وفهم نقولوا حتى كي شوفوا حتىك في العسل العسل كي شوفك واحد تشرب في ماء سورتو لونه اصفر هكا لونه معناه متاثر بلون الزعفران شنو هي الرياكسيون تاعك انا نهز معايا كيف كيف في كونتيتي صغيره ويقولوا معناه شنو الماء معناه شبيه هكا نفسر لهم ونقول بالعكس يحبوا يذوقوه يولي هما زاد هاي يعطيك صحة زيادة موش خايف هذايا زيت تعجوب الأنفية كيفاش طريقة الاستعمال نتاعو الزيت هذايا قطرة على الجيوب الأنفية قبل النوم جزء سهل الاستعمال سهل على الخ مرة في النهار مليدي للأموة في الدار هذوما زيوت بالنسبة للربو شربين مرتين في النهار وقت تشربها هذوما في الصباح وفي الليل معناها وانت في الدار من غير ما نهز معاك خاطر باش تزيد تهز معناها ساكك فيه كتبتك وفيه دوينك تبارك الله عليك يعطيك الصحة وهذايا الزيت اللي يعرفوه الناس الكل ما يسحقش الشرح اللي هو زيت زيتون المرقي هذايا يدهن على كامل الجسم مع الدعاء ديما الانسان يبدا يدهن ويدعي يقرا شويه قران يصلي عن النبي اي دعاء معناها ويدعي ربي سبحانه وهذايا سيدي رقيه شرعيه كيف ما تعرفوا الناس الكل اللي هو بصوت الدكتور محمد بن راشد الهاشمي وكيف كيف السيدية ذاية في آيات قرآنية واحد يسمعهم وقت ما يحب والقرآن هو شفاء للعالمين احنا مخيلي كلمة الختام مع المشاهدين نشكر دكتور الهاشمي على خاطره ساعد برشا عباد باش يتخطاو المحن نتاعهم والازمات نتاعهم والامراض نتاعهم نشكركم انتوما طول ليكيب الكل خاطر ساهمتوا في اسعاد الناس باش ما يئسوش من رحمة ربي سبحانه الله على السلامة يا ابو متعال يا ابو متعال